جاني سؤال من أحد خدام مدارس الأحد بيعرض قضية هامة بتقابله في خدمته، وهو إنه أحيانا بيكون عنده مخدوم في الفصل بتاع مدارس الأحد أو في حصة الألحان مشاكس، طفل مشاكس، فيتعامل معاه إزاي؟ وده سؤال برضو جميل، أحب إن أنا يعني أرد عليه وأقول للخادم المخلص الأمين اللي بيقول هذا السؤال، أقول له عادة المخدوم المشاكس بيبقى جاي من أسرة محتاجة عناية ومحتاجة رعاية، فمثلا تعرض لمشاكل نفسية أو سلوكية أو عاطفية في البيت، ف يعني جاي بقى بيعكسها في مدارس الأحد، أو ربما يكونوا المخدومين المشاكسين دول بيفتقروا لبعض المهارات الاجتماعية في تكوين علاقات طيبة مع اللي حواليهم ومع الخادم نفسه، أو يكونوا بيمروا بتجارب حياتية قاسية جدا مش قادرين يتكيفوا معاها ومش قادرين يتعاملوا معاها. فعشان الطفل المشاكس ده يتغلب على هذا الشعور بيضطر إن هو يظهر بعض المشاكسات والمتاعب للأطفال اللي حواليه وللخادم عشان يقدر يشعر إن هو ناجح. كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ هو أحيانا كتير بنغلط وبنتهيأ لنا إن إحنا عشان نعالج المخدوم المشاكس أو الغير منضبط إن إحنا نعنفه أو نأنبه، وأحيانا نتخلص منه، يعني نيجي نطلب ان هو يتنقل يروح حتة تانية بعيد عننا. المهم ان احنا نسرع بالتعامل والعلاج في هذه الحالة، يعني ما نأخرهاش، ما نقولش بقى لازم الواحد يصبر ولازم الواحد يطول باله، ماشي، بس الموضوع احيانا بيحتاج علاج، وعلاج حاسم وقوي ومؤثر. لأن هنا في خطورة إن هذه المشاكسات ممكن تضيع طاقة الخادم، ممكن تحرم المخدومين من الاستفادة من الخدمة اللي بيقدمها الخادم. إن كنا بننصح إن بالعلاج، فهناك أيضا بعض النقاط الهامة نفتكرها قبل ما نبتدي في العلاج. أول حاجة إن أحيانا بيبقى في مفيش ثقة بين المخدوم والخادم، انعدام الثقة بين الاتنين، وأي طلب بيطلبه الخادم المخدوم بيتجاهله ويستمر في الفوضى بتاعته. فلذلك أساس العلاج بناء ثقة بين الخادم والمخدوم، عشان غياب الثقة وعدم القناعة بيزود المشكلة، المخدوم ما بيقدرش يتقبل. لذلك العلاج إن احنا نبني جسور الود بين الخادم وبين المخدوم المشاكس، عمل صعب شوية ولكنه ناجح. عشان نقدر نسيطر على هذه السلوكيات السلبية بتاعت المخدوم، مهم جدا ان احنا نقدر نأثر عليه عن طريق ان احنا نبني ثقة ومودة بيننا وبينه. ونتذكر ان الهدف من الخدمة هو ان احنا ننجح مع المخدوم في ان احنا نغير من سلوكه ونغير من طبيعته. فلذلك الخادم اول خطوة لازم يكون على معرفة تامة بظروف المخدوم، بوضعه في الأسرة، بحالته الاجتماعية، بحالته الاقتصادية، يبقى على معرفة كاملة بهذه الأوضاع. ممكن الخادم يفهم كويس جدا ان هو مش هيغير حاجة في سلوكيات المخدوم، لكن هيعرف يتعامل مع هذه السلوكيات السلبية ويتكيف معاها. واخدين بالكم؟ لو قدر نجح انه يغير طبيعة هذا المخدوم المشاكس، ده بقى عايز يعني عايز ايد سحرية كده تصنع اعمال عجيبة. لكن هو يعني يكفي ان هو يقدر يتعامل مع السلوكيات السلبية بتاعت المخدوم. عشان كده بنستخلص بعض القواعد الأساسية، وهي إن الخادم لابد يكون على معرفة تامة بأحواله وبظروف أولاده في الخدمة،
ومهما كان المخدوم بيعمل تصرفات سلبية يحذر من الإساءة ليه والسخرية منه، وده بيجيب سخرية بقية مجموعة المخدومين. ثانيا ان يتحاشى الخادم ان هو يدي اوامر وتعليمات كمتسلط، يعني كحاكم بامره ينهي ويامر ويعلي صوته، لا يحذر من هذا التصرف، لكن يبقى كصديق كمرشد كاخ كبير للاولاد، ويحذر من الانفعال وفقد الاعصاب وعشان يقدر يسيطر على الموقف، ومن البداية يتفاهم مع مخدوميه على أساسيات في التعامل والنظام أثناء الدرس، يعني ما يندفعش في أنه ينتهر المشاكس ويطرده ويزعق له ويقعد يزعق للأولاد، لكن بهدوء شديد جدا يتفاهم مع الأولاد أنه هو دي القواعد اللي هنمشي عليها وده أسلوبنا ودي طريقتنا في الخدمة. زائد أنه هو يعطي اهتمام، مخدوم المشاكس ده بيحاول يجذب اهتمام الخادم فيعطي له هذا الاهتمام ويكلفه بالإجابة على بعض الأسئلة مثلا، أو يكلفه ببعض المسؤوليات ويشركه في الأنشطة، وكل ما يعمل حاجة كويسة يشجعه عليها فيوري له المنهج اللي هو بيحبه ويصلي من أجله أولا وأخيرا ومن أجلنا.